كلمة البر كلمة جميلة، كلمة البر يوم يبر الإنسان الوالد والوالدة. أدرك أبوك يا أخي، أقسم بالله، أقسم بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، أتمنى اليوم يقوم أبويا من قبره يوم واحد، يوم واحد أبر الوالد. والله أتمنى أبويا يقوم يوم واحد حتى أني أتقرب إلى الله ببره، أتقرب إلى الله بخدمته، أتقرب إلى الله بقضاء حاجته. يا من رزقك الله بالوالد والوالدة، الله الله في الوالد، الله الله في الوالدة. كم وكم قصرنا مع آبائنا وأمهاتنا، كم وكم قصر الأبناء مع الآباء. والله بعض الآباء، أعرف بعض الآباء إذا جاء العيد، إذا جاء العيد يلبس أولاده أفضل الثياب، وهو ما يفصل له ثوب يوم العيد، ولا يشتري له عمامة فوق راسه. من منا اليوم يفرح أبوه بساعة يلبسها، ولا بغترة يشتريها للوالد، ولا يأخذ ثوب أبوه من غير ما يدري أبوه يفصل لأبوه ثوب؟ من منا اليوم يتذكر فقط الرجل الذي جاء من اليمن؟ رجل جاء من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أين؟ جاء من اليمن إلى المدينة، والله ما كان عندهم قطارات ولا عندهم سيارات ولا عندهم عربات ولا مواصلات، يمشي على أقدامه، بعضهم يمشي حافي الأقدام فارا بدينه، يريد الإسلام ويريد مصافحة محمد عليه الصلاة والسلام. يأتي من اليمن إلى المدينة، فلما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يا رسول الله، أتيتك من أرض اليمن، أتيتك من أرض اليمن إلى المدينة، أبايعك، أبايعك على الجهاد والهجرة. درجة الجهاد عند الله عظيمة، درجة الهجرة في سبيل الله عند الله عظيمة، لكن ما هو الذي أعظم منها؟ انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: أتيتك من أرض اليمن إلى المدينة، أبايعك على الجهاد والهجرة، ولي أبوان، ولي أبوان تركتهما خلفي يبكيان. الوالد يبكي والوالدة تبكي لأني خرجت وتركت الديار والأهل والأحباب والأقراب والأصحاب، أتيت لمبايعتك يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، ارجع. إلى أين يرجع؟ الرجل مشى أكثر من 1400 كيلو، إلى أين يعود؟ قال: ارجع إليهما، ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. أضحك الوالد وأضحك الوالدة. خلي شعارك اليوم في ملتقى بدر إنك ترجع اليوم للوالد وترجع اليوم للوالدة وتضحكهم وتدخل السرور عليهم، كما في يوم من الأيام لو حملوا على قلبك مثقال ذرة. أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول، ابن سيرين يقول: كانت النخلة، النخلة الواحدة تباع في عهد عثمان 1000 دينار، ارتفع سعر النخل. كان من بين الصحابة صحابي جليل، بطل من الأبطال، اسمه أسامة ابن زيد. أسامة بن زيد رضي الله عنه لما جاء إلى النخل الذي كان عنده أخرج الرطب التي فيها، أخرج الرطب والبلح والتمر الذي كان عنده، أخرج التمر وبدأ يجره ويسحبه معه، فمر به رجل قال له: يا أسامة، يا أسامة، نخلة تباع 1000 دينار، نخلة تباع 1000 دينار، هكذا تصنع بها يا أسامة؟ قال أسامة: إليك عني، اذهب عني، إليك عني، إليك عني، فإن أمي قد سألتني ثمرها. هذه النخلة أمي تريد التمر الذي فيها، أمي تريد الرطب التي تجنيها، أمي تريد البلح الذي علق بها، أمي تريد ما في هذه النخلة. إليك عني، فإن أمي قد سألتني ثمرها، وإن أمي لا تسألني شيء أتردد في وهبها. ما أتردد أبدا إذا طلبت الوالدة أو الوالد شيء. أسأل الله يا إخوان
أن يلبس أخوي عبد الله لباس الصحة والعافية، يقولوا آمين. أخوي عبد الله عنده أمه، أسأل الله أن يحفظها من كل جنب، أسأل الله أن يحفظها من كل جنب، وأمهاتنا وأمهاتكم والمسلمين، ويدفع عنهم كل بلاء وكرب. عبد الله لما يوم من الأيام أصبح عبد الله في المستشفى وفي العناية المركزة ما كان يتحرك في عبد الله شيء. جلس عبد الله أكثر من كم يا عبد الله؟ 4 سنوات. أكثر من 4 سنوات في العناية المركزة ما يطلع منها، 4 سنوات ما يتحرك منها شيء. عبد الله كان يجوع بس ما يقدر يتكلم. عبد الله قبل لما وقع أصبح عبد الله ما يتكلم بحرف واحد، ما يقدر يتكلم. فيأتون متى يجوع عبد الله؟ والله ما يدرون متى يجوع عبد الله ومتى يشبع عبد الله. يأتون بالمغذيات ويشبكون عبد الله أحيانا وهو شبعان، ما يدرون متى يجوع ومتى يشبع. يقول والله يا وليد إني في ذاك الوقت إن أمي واقفة عند راسي، أمي طيلة وقتي وأنا موجود في المستشفى، أسأل الله أن يحفظها ويمدها بالصحة والعافية. يقول تدري متى أنا أجوع تطعمني؟ تدري متى أنا شبعان واقفة عند راسي؟ يقول والله كان في حبل مشبوك في رقبتي، الحبل هذا مشبوك في الرقبة، يقول سبحان الله أنا ما أتكلم ما أقدر أسوي شيء. يقول تحت هذا الحبل والخيط يقول دائما تأتيني فيه آلام وأحتاج من يحكني في الرقبة. يقول سبحان الله تأتي أمي إلى الحبل. تخيل عبد الله ما يتكلم، عبد الله ما يتحرك، عبد الله حتى عيونه مغمضة. يقول تأتي إلى المكان الذي أحتاج الأحد يحكني فيه وتدخل يدها في هذا المكان وتحكني فيه. الله أكبر يا خالد. هذه الأم، هذه الأم اللي حملت ورضعت ووضعت وتعبت وتحملت. لما جاء رجل إلى عبد الله بن عباس وهذا في الأدب المفرد، قال يا ابن عمي رسول الله إني رجل كنت أحب امرأة، رجل كبير في السن، تقدمت لها زوجا فردتني فأصابني حنق عليها فقتلتها وفررت. أنا اليوم تائب إلى الله ولكني قتلت نفسا، أيتوب الله علي يا ابن عم رسول الله؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ استغفر الله وتوب إليه. لكن أمك حية؟ الوالدة موجودة؟ الوالدة على قيد الحياة؟ الوالدة تستنشق الهواء؟ الوالدة في بيتك؟ الوالدة موجودة بين عينيك؟ قال أمك حية؟ قال أمي توفاها الله، أمي ماتت، أمي الآن تحت التراب وحدها، فوقها تراب وتحتها تراب. يا ابن عم رسول الله عظني يا ابن عم رسول الله، أوصني يا ابن عم رسول الله. قال إذن استغفر الله وتب إليه. لما خرج الرجل وهو يبكي وخرج عبد الله بن عباس من مجلسه، قام إليها الإمام عطاء رحمه الله أحد سلف الأمة، قال يا ابن عم رسول الله، أحد طلبة العلم عند ابن عباس، قال يا ابن عم رسول الله لما سألت الرجل عن أمه؟ الرجل قتل نفس، الرجل جاء يريد أن يتوب، لماذا سألته عن أمه؟ ما هذا الخبر الذي تريد أن تصل إليه؟ لماذا سألته عن أمه؟ لماذا سألته عن أمه؟ قال يا عطاء، يا عطاء، والله لا أعرف عملا، والله لا أعرف عملا أحب إلى الله، اسمع، أحب إلى الله. هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس يقول والله لا أعرف عملا أحب إلى الله من بر الوالدة، من بر الوالدة، من قضاء حاجة الوالدة، من الجلوس عند الوالدة وطلب الدعاء من الوالدة. الله الله، يا من أمه على قيد الحياة، يا من أبوه موجود بين عينيه، أقبل يدك، والله يقبل يدك وأقبل رأسك. حقق ذلك الرجل، حقق كلام ذلك الرجل الذي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. خلي هذا شعارك في الحياة.